جديدة، وزير اتصال جديد، دفاتر تحملات جديدة. بغيناكم السيد الوزير تعطيونا اللائحة ديال شركات الإنتاج المستفيدة من الصفقات. ألا ترى أنك يعني دخلت من الأمر أكثر من اللازم؟ كان توقيت ديال الخروج ديالهم والتعبير عن الاعتراض ديالهم من بعد 15 يوم من بعد ما صادقت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والهدف ديالها ماشي دفاتر التحملات. لازلت تصر على أن هؤلاء يجب أن يقدموا استقالتهم؟ شوف، نعم الحوار المهني مع المهنيين على قضايا مهنية. تاب صمت الشعب المغربي وصوت عليه على العدالة والتنمية باش يخرجوا من البراكة، باش يصلح ليه السبيطارات، باش يخدم ولادو. كاين إعلام عمومي المغاربة كينفقوا عليه، من حقهم أنه يكون يستجب التطلعات ديالهم. أول مرة بعدا كاين في التاريخ المغرب دفاتر التحملات، المغاربة كيعرفوا بأنه كاين شي حاجة سميتها دفاتر التحملات، من قبل كان يتم تهريبها. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من قلب البرلمان. دستور جديد، حكومة جديدة، وزير اتصال جديد، دفاتر تحملات جديدة. هذه الدفاتر التي أثارت نقاشا واسعا وأثارت الكثير من المداد، وصل النقاش إلى البرلمان. في هذه الحلقة من برنامج من قلب البرلمان نواصل النقاش مع عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ونائب رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بنفس المجلس. سي عبد الصمد، مرحبا بك في برنامج من قلب البرلمان، ومرحبا بنا عندك في البرلمان. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. طلبتم بفتح تحقيق وبنشر لائحه شركات الانتاج التي تتعامل مع القنوات العموميه. في نظركم هل سيظل النائب البرلماني يطالب الحكومه بنشر لائحه المستفيدين من ما يمكن ان نسميه بالريع الاقتصادي او الريع الاعلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كاين ثلاثه العناصر اساسيه وباختصار. اولا كاين عندنا غياب اعمال نظام الصفقات في تفويت واحد الصفقه لشركه انتاج دون اخرى، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، احنا حسب المعلومات اللي عندنا كاين عدد ديال شركات الانتاج المتعامله خاصه مع القناه الثانيه عددها محدود جدا، ثلاثه او اربعه. الحاجة المعطى الثالث وهو أنه حسب ما أدلى به السيد وزير الاتصال في جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة، أنه القناة الثانية تعيش وضعية قريبة من الإفلاس. إذن إحنا كبرلمان أول خطوة كنطالبوا بها باش أولا نعرفوا بعدا شكون هي هاد شركات الإنتاج، ونشوفوا واش فعلا كاين واحد نوع من التنافسية، واش كاين واحد تعدد واحد تنوع، أم كاين عندنا واحد العدد محدود فعلا كما يروج في الاوساط الصحفيه الان. ثانيا نوقفوا على شنو هي الاسباب ديال تردي الاوضاع الماديه ديال الشركه ديال سوريا الدوزيم، خاصه عند القناه عندها يعني عندها التطور ديالها، عندها الحضور ديالها، عندها الاشاعه ديالها الى اخره. وبالتالي احنا كنطالبوا اولا نعرفوا شكون هي شركات الانتاج، ثانيا يتفتح تحقيق مسؤول باش نعرفوا شكون هي هذه الاسباب. يمكن انتم كبرلمان طالبوا بلجنه لتقصي الحقائق في هذا الموضوع. انت حال هذا اختصاص برلماني. احنا كفريق عداله وتنميه احنا منفتحون على كافه الاحتمالات. وطبيعه الحال غتكون عندنا خطه شامله يعني متكامله واضحه وفق أجندة محددة غنتفقوا عليها وغادي نسطروها بطبيعة الحال طبق الأجهزة المقررة عندنا في الفريق، باش يتمكن الرأي العام المغربي من جهة يعرف شنو واقع، ومن جهة أخرى يكون عندنا دور كبرلمان في علاقتنا مع الحكومة أننا نهتديو إلى أحسن السبل للنهوض بهذا القطاع وتمتيع المغاربة بإعلام عمومي يكون في الملك ديالهم فعلا، وتحقيق مصالحة المشاهد المغربي مع الإعلام العمومي ديالو، ووضع حد لهجرة المشاهد المغربي باش يلقى المتعة في الإعلام ديالو العمومي اللي كيخلص عليه من جيبو، عوض أن يبحث عن متعته في يعني إعلام أجنبي. سؤالي أن المعركة أخذت أكثر من حجمها. مثلا أنتم طالبتم المسؤولين أو الموظفين بالاستقالة عوض أن يفتحوا أفواههم، وايضا وصفتم الطريقه التي عارضوا بها دفاتر التحملات بانها سابقه خطيره تهدد استقرار البلد.
ألا ترى أنك يعني ضخمت من الأمر أكثر من اللازم؟ لا 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 بالمرة بالعكس. أول مرة بعدا كاين في التاريخ المغرب دفاتر التحملات، المغاربة كيعرفوا بأنه كاين شي حاجة سميتها دفاتر التحملات. من قبل كان يتم تهريبها، وكانت تتم عملية إعدادها على شكل علب مظلمة لا أحد يسمع بها، حتى المجالس الحكومية السابقة ما كان عندها حتى شي دور في التعرف أو في مناقشة. كانت السلطة الحكومية المختصة هي وزارة الاتصال تتكلف بالإعداد بطريقة ما، ثم تحل القضية على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ويتم الحسم. الآن كنعيشوا تحول حقيقي. ما غنناقش الجانب التقني ديال دفاتر التحملات، ولكن يمكن لي نشير فيه بأنه كاين جوج محاور جديدة وهي سبب المشكل عند الجهات التي تحركت. أولا كاين المحور ديال الخدمة العمومية، باش يولي الإعلام العمومي كيستجب متطلبات الخدمة العمومية، وهذا مستجد ما كانش في دفاتر التحملات السابقة. المستجد الأهم هو المستجد المتعلق بالحكامة الجيدة. ففي الوقت اللي كنشوفوا بانه شركات انتاج محدوده كيف ما قلنا قبل انها تفوت لها واحد العدد ديال 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 عمليات الانتاج اولا محدوده، ثانيا في غياب نظام للصفقات كيضمن الحق ديال الاستفاده وديال الولوج لكافه المغاربه وكافه الشركات. اذا فاش كنجيو نطالبوا بهاد ما كنضخموش لانه خصنا نشوفوا بانه هاد دفاتر التحملات اولا تندرج ضمن خطه شامله لاصلاح الفضاء السمعي البصري العمومي، ثانيا انه ما يجري داخل الفضاء داخل قطاع الاتصال لا يمكن ان نفصله عن مجهودات الحكومه في غير ذلك من القطاعات، خاصه وان هذه الحكومه يتراسها حزب سياسي وحزب عدالة والتنمية اللي خاض الحملة الانتخابية ديالو على أساس جوج الحوايج الركايز اللي المغاربة كيتسناوها منذ زمان، هي مناهضة الفساد ومناهضة الاستبداد. صمد الشعب المغربي وصوت على العدالة والتنمية باش يخرجوا من البراكة، باش يصلح ليه السبيطارات، باش يخدم ولادو. قضية الفساد هذا أخطبوط لا يستثني قطاع دون قطاع آخر، خاصة أن مناهضة الفساد على حسب دراسات اقتصادية ماشي العدالة والتنمية اللي دارتها، داروا خبراء اقتصاديين مغاربة تثبت بأن المغرب يفقد بسبب الفساد جوج نقاط في معدل النمو، ونقطة واحدة في معدل النمو تكافئ مناصب الشغل يتراوح ما بين 30,000 حتى 50,000. علاقة بالهوية الدينية، هناك من اتهم الحكومة بأنها تحاول أن تفرض إيديولوجية الحزب الذي يقود الحكومة وهو حزب العدالة والتنمية، وركزوا على قضية الأذان وقضية بث خطبة الجمعة، وهذا ما أثار حفيظة بعض المسؤولين على القنوات العمومية. ألا ترى أن في هذا مبالغة من طرف حزبكم؟ أولا الجانب الديني في هذه دفاتر التحملات يعني تعطلوا أكثر من القياس ديالو، والجانب الديني هذا 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 ملك المغاربة كاملين عبر التاريخ، وجد الدستور الجديد اللي حظى بالثقه ديال المغاربه كاملين اللي ساهموا في التصويت عليه، اول عنصر من عناصر الهويه المغربيه هو الدين الاسلامي بطبيعه الحال في ظل كفالات حق ممارسه الشعائر التعبديه والدينيه وغيرها. ولكن اسمحوا لي، ماذا شنو هي المساحه التي تمثل هذه العمليه ديال ادراج الاذان في القناه الثانيه و القضية ديال الخطب ديال الجمعة وديال العيدين، والقضية ديال البرنامج ديال التأطير الديني في يعني بواحد وتيرة معينة في إطار الحد الأدنى من البرامج التي ينبغي اعتمادها، ماذا يمثل إلى جانب القضايا الأخرى؟ إلى جانب القضايا الأخرى المتعلقة بفتح المجال بالنسبة للشركات ديال الإنتاج ديال ولاد الشعب أنهم يكون عندهم الحق في الاستثمار وفي العمل في إطار تنمية وخدمة الإعلام العمومي ديالهم. إذا خصنا نديروا قراءة شاملة ثم كما ركز أو كما جعل الدستور الدين الإسلامي ثابت من ثوابت المملكة، أيضا أضاف ثابت رابع هو الخيار الديمقراطي. وعندما تطالبون هؤلاء الذين يتحدثون عن قطاع يعني يشتغلون فيه بتقديم استقالتهم، ألا ترون أن هذا يتعارض مع الخيار الديمقراطي؟ مزيان ملي رجعتي لهذا الموضوع لأنه سابقة خطيرة. اسمح لي، عندنا حكومة مسؤولة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، هذا معطى. المعطى الثاني عندنا سلطة حكومية اللي هي وزارة الاتصال، سلطة مختصة
طبقا للقانون، ماشي طبقا لإرادة العدالة والتنمية، طبقا للقانون الذي كان العدالة والتنمية قد ناقشه في 2005 كنظن، قانون الامتصاص السمعي البصري، وكان ساعتها في المعارضة. الآن وزير الاتصال شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو اقتراح دفاتر تحملات. شكون اللي خذ القرار النهائي؟ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري اللي ما فيها حتى واحد من العدالة والتنمية. حتى واحد من العدالة والتنمية. إذا فاش كتجي عندنا سلطة حكومية طبقات القانون في إعداد واعتماد البرامج يعني دفاتر التحملات. مسؤولين في قناة يعني في القنوات العمومية، هذوك مسؤولين عموميين في مؤسسات عمومية، هذوك موظفين المفروض فيهم أنهم مهنيا يلتزموا بمقتضيات دفاتر التحملات. أما إلا بغاو يديروا اعتراضات على اختيارات سياسية فخصهم يديروا بأدوات سياسية حزبية، ينزلوا يخرجوا. سيد صمد، بغيتك تجاوبني في أقل من دقيقة على السؤال التالي: ألا زلتم تصرون على أن الذين فتحوا أفواههم لانتقاد دفاتر التحملات على تقديم استقالتهم، ألا ترى أن هذا يتعارض مع الاختيار الديمقراطي؟ اسمح لي، أنت مهني مسؤول عمومي في قضية في قطب عمومي، عندك أدوار، عندك مهام، عندك مهام إما أنك تديرها، عندك حرية، عندك اختيارات سياسية واحدة أخرى عبر عليها بأدوات سياسية، ماشي من داخل. لم يتوصلوا بدفاتر التحملات إلا إلى ساعات أخيرة. لا، هذا كذب وافتراء، إذا كذبون افتراء. هناك من يقول أن حزب العدالة والتنمية ينتهز فرصة التسيير للحكومة لتصفية حساباته مع بعض خصومه وخاصة في القناة الثانية. أبدا، احنا فرحات علينا أن المسؤولين العموميين ديالنا يبقاو كيأديو الأدوار ديالهم بمهنية بإتقان بتفاني، وحنا أكبر السعداء وأول السعداء وأول المنوهين. والسيد الوزير ديال الاتصال لما بغي يدير الإعداد ديال دفاتر التحملات أول الناس يتصل بهم هما هاد المسؤولين العموميين، وثانيا التوقيت ديال الاعتراض ديالهم ما كانش في المرحلة ديال المناقشة وكنا حاضرين فيها، كان توقيت ديال الخروج ديالهم والتعبير على الاعتراض ديالهم من بعد 15 يوم من بعد ما صادقت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وفق أجندة معلومة. والهدف ديالها لأنهم لم يتوصلوا بدفاتر التحملات في وقتها المناسب. الهدف ديالها هو محاولة جر الحكومة وإرباكها في معركة مناهضة الفساد في هذه الحلبة الضيقة المحدودة، باش لكي لا يكون للحكومة ما بعده في المشروع ديالها ديال مناهضة الفساد والاستبداد. شكرا جزيلا لك من قلب البرلمان، نبعث لكم بتحيات طاقم فريق البرنامج، إلى اللقاء. شكرا لكم.